ضمن الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع شركائها في التنمية، فقد جرت مناسبة التوقيع على اتفاقية الشراكة بين وزيرة الدولة ووزيرة المرأة والطفولة المبكرة أمينة بريسيلونغو ومدير منظمة كير الدولية دكتور أحمدو بوكوم. وحول أهمية توقيع هذه الاتفاقية، فقد أشاد مدير المنظمة عن الشراكة القائمة في مجال الأنشطة الاجتماعية وتدريب المرأة ودعمها عبر المشاريع المتعلقة بحياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وعليه فقد عبرت وزيرة الدولة وزيرة المرأة والطفولة المبكرة أمينة بريسيلونغو بهذه الخطوة التي تسهم في التكوين وتعزيز قدرات المرأة للمشاركة في الحملة السياسية القادمة باعتبار عضوا فعالا في المجتمع.